المؤتمر العلمي الدولي الأول بجامعة المهرة نبعت فكرته من كلية التربية بالجامعة مع تأسيس الجامعة، وذلك تحقيقا لاستراتيجية الجامعة الأساسية التي تهدف إلى خدمة البحث العلمي وخدمة المجتمع. ولذلك كان المؤتمر تحت شعار التعليم والتنمية المستدامة، فالتعليم بحث علمي والتنمية المستدامة خدمة مجتمع. سعدنا جدا بتواجدنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر العلمي الرائع الموسوم بالتعليم والتنمية المستدامة الذي نظمته هذه الجامعة الفتية جامعة المهرة. شكرا لإدارة الجامعة على هذا المؤتمر النوعي الذي احتوى على كثير من الأبحاث من باحثين من الدول العربية والأجنبية ومن اليمن. الورقة البحثية التي قدمتها دور البحث العلمي والدراسات العليا في تحقيق التنمية المستدامة. مشاركة هذه الورقة يعزز من دور الجامعة في تطوير حلول مستدامة للتحديات المحلية، وكذلك يقدم أو يدعم اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة لتحسين تنمية في المهرة. نحن تفاجأنا فعلاً أن جامعة المهرة كجامعة ناشئة وجامعة وليدة تحقق هذا الإنجاز العلمي الكبير، هذا الإنجاز الذي لم تحققه بعض الجامعات العريقة التي لها باع طويل في المجال الأكاديمي ولها النشأة الأولى في أرض الواقع. نلاحظ أنها فعلاً حققت قفزة نوعية في مجال التعليم، في مجال أيضا إنشاء والقيام بمثل هذه المؤتمرات العلمية التي فعلا يتسنى من خلالها تطوير المنابع الأكاديمية، تطوير المجال الأكاديمي، تطوير التعليم، تبادل المعارف، تبادل المعلومات بين الباحثين من كافة أنحاء دول العالم. هذا المؤتمر يحقق أهمية كبيرة للجامعة في خروجها إلى العالم عبر البحوث، فلدينا أكثر من 17 دولة مشاركة بباحثيها في المؤتمر، ولدينا مؤسستان دوليتان كشراكة دولية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومنصة أريد الدولية للباحثين. هذا كله يعطي زخما كبيرا للجامعة وللمحافظة أيضا، لأن الجامعة مرتبطة باسم المحافظة. أنا سعيدة جدا أنني أكون في هذا المكان، سعدت جدا فعلا في تواجدي في أرض أكاديمية المهرة. أتمنى أن تعاد مثل هذه المؤتمرات في هذه الجامعة الجميلة والعريقة. أتمنى أن تكون فعلا هذه الجامعة هي الأولى في مصاف الجامعات اليمنية، وفعلا أنا أتمنى أن تكون هي الأولى، لأن فعلا تصنع فيها جهود جبارة من قبل الإدارة الأكاديمية الموجودة هنا في جامعة المهرة، لا سيما أن هذه المحافظة عانت الكثير من الحرمان، عانت الكثير من الإقصاء المساحي أو الجغرافي بالنسبة لتواصلها مع المحافظات الأخرى، إلا أنها فعلا جامعة المهرة نقول قضت على هذه المسافات بينها وبين المحافظات الأخرى، وأصبحت المهرة بمثابة
حلقة وصل بينها وبين كافة المحافظات الأخرى في الجمهورية اليمنية. وأنا هكذا أرى أن جامعة المهرة اليوم هي الجامعة التي أصبحت معلما أكاديميا، معلما علميا لمحافظة المهرة. الآن عندما تذكر المهرة يذكر معها جامعة المهرة. أصبحت جامعة المهرة ومحافظة المهرة يسيران في خط واحد، يعني نذكر جامعة المهرة نذكر المهرة، نذكر المهرة نذكر على طول جامعة المهرة، وهذا شيء جميل وشيء رائع جدا. كان المؤتمر رائع من حيث التنظيم والترتيب والتجهيز، فقد أذهلتنا هذه الجامعة الفتية في هذا المؤتمر الذي دون شك سيشكل تحول كبير جدا في مسار التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات اليمنية، وبالذات في هذه الجامعة الحديثة جامعة المهرة التي لمسنا من كل الأعضاء أعضاء التعليم فيها وطلابها ذلك وباحثيها ذلك التفاعل الإيجابي. بكل شك أن هذا المؤتمر ونتائجه سيكون لها الأثر الكبير على بقية الجامعات أو على مسيرة التعليم والبحث العلمي إن شاء الله. نحن سعيدون في هذا المؤتمر الدولي لأول مرة في محافظة المهرة بالتعليم والتنمية المستدامة تحت شعار أيضا الذي أقيم هذا المؤتمر، التعليم مفتاح التنمية المستدامة، وبه تبنى المجتمعات الأكثر عدلا وأيضا وازدهارا. أقامت جامعة المهرة هذا المؤتمر بجهود جبارة من قبل الداعم الرئيسي لهذا الملتقى محافظة المهرة محمد علي ياسر، وأيضا الشاب الفذ الذي له انطباع إيجابي في نجاح هذا الملتقى الدكتور أنور كلشات الذي له بصمات، وأيضا وهذه اللجان التي كونت من قبل أشهر وهي تعمل في هذا الملتقى حتى يومنا هذا، ونجاح إن شاء الله بإذن الله. رأينا بصمات هذا الملتقى ورأينا نجاح باهر لهذا الملتقى والمشاركون من جميع الدول وأيضا من جميع المحافظات الجمهورية اليمنية. المؤتمر نستطيع أن أقول أنه حقق أهم أهدافه، وهو إقامة المؤتمر نفسه بتحقيق الهدف الأساسي البحث العلمي. هذا الهدف أعتقد أنه تحقق وبنجاح. يتابعنا الباحثون عن طريق برنامج التيمز، وهو برنامج دولي مدفوع عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي، وهذه خدمة قدمها مركز المعلومات وتقنية مركز تقنية المعلومات في الجامعة، لهم كل المحبة والتقدير. هنا أود أن أشكر جميع الإعلاميين فقد كانوا أيقونة رائعة جدا، وقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيسه، والتلفزيون المهري طبعا بالبداية، وأشكر أيضا من يغفل عنهم الناس عمال النظافة. حقيقة هؤلاء العمال هم أكثر الناس الذين عملوا وسعوا في التنظيم والمساعدة بجهد أكبر مننا جميعا، لهم خالص المحبة والتقدير لطلابنا لأساتذتنا لزملائنا لمحبينا لمتابعينا، لكم كل المحبة كل الاحترام كل التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.